خلي بالك بس اكتب المعلومة اللي هقول لك عليها دي، في قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001. قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، ده القرار المنظم لإصدار التقارير الطبية. تعرفين القاعدة القانونية طبعاً، تأسستي في القانون يعني، القاعدة القانونية بتتشكل رقم واحد من الدستور، وبعدين من القانون، وبعدين من اللائحة، وبعدين من القرار والعرف، وبعد النشأ. فإذا القرار بتاع وزير الصحة ده هو المنظم لإصدار التقارير الطبية. بيقول إيه القرار ده بقى يا جماعة؟ لما ترجعوا له كده هتلاقوا بينظم إصدار التقارير الطبية الابتدائية والتقارير الطبية النهائية، وبيقول إن الحد الأدنى لمصدر التقرير الطبي هو مساعد أخصائي. يبقى أنت لما تيجي في المحكمة قدامك تقرير طبي، أول حاجة لازم تتيقن أن هذا التقرير اللي مصدره له الحق في إصداره. يعني لازم يكون على الأقل مساعد أخصائي. ليه؟ لأن أنا هقول لك إن أنت هتفاجئ إن نسبة تزيد عن 50% من التقارير الطبية اللي صادرة من المستشفيات صادرة من غير ذي صفة. يعني إيه من غير ذي صفة؟ يعني بيعملها طبيب مقيم أو نايب. ادي نص القرار هناخده بسرعه بس عشان ما نضيعش وقتنا، بس خلي بالكوا ده من اهم الحاجات في اعتقاد الشخص اللي انت ممكن تضرب بيها اي تقرير طبي. ماشي. اولا، التقارير الطبيه التي تصدر في الحالات الجنائيه، اول حاجه بالنسبه للتقارير الطبيه الابتدائيه، يعني ايه تقرير طبي ابتدائي؟ يعني هو المصاب لما اشوفه قبل اي تدخل طبي او تدخل جراحي، يعني مجرد ما شفته كده شفت الاصابات اللي فيه وصفتها، ما عملتش لديته اي علاج ولا عملت اي تدخل جراحي، ده اسمه الحاله الابتدائيه اللي عليها المصاب. يتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناء على خطاب احاله صادر من الشرطه. يعني انا مش من حق اي واحد انه يروح المستشفى كده يخش يطلب تقرير طبي، وبالتالي لازم يبقى في خطاب احاله من الشرطه. ومع ذلك يمكن في حالات الطرقة اللي هي واحد داخل اتضرب بمطوة ولا حاجة ودخلوا بسرعة، كانت حالته خطيرة جدا، فدخلوا المستشفى يعملوا تدخل طبي أو تدخل جراحي، في الحالة دي المستشفى هتقبله وتكتب تقرير وتبلغ بيه نقطة المستشفى اللي هتبلغ بيه مركز الشرطة أو اسم الشرطة. ماشي. يبقى هنا في الحالة الوحيدة دي لما تبقى الحالة طارئة ممكن يتكشف عليه بدون خطاب أحالة. طيب، يتم عرض المصاب بعد التأكد من شخصيته، خلي بالكم من كلمة بعد التأكد من شخصيته، لأن بعد التأكد دي من شخصيته لابد أن يكون هناك يا إما بطاقة رقم قومي يا إما جواز سفر، إنما الحد الأدنى ما فيش لا ده ولا ده، تبقى بصمة الإصبع. ماشي؟ يبقى بصمة إصبع الإبهام الأيسر. طيب، يتم عرض المصاب على مين بقى؟ على الاخصائي او مساعد الاخصائي. بقى الحد الادنى عندي هنا ايه؟ مساعد اخصائي. يعني الطبيب المقيم ما ينفعش، طبيب الامتياز ما ينفعش، كل ده ما ينفعش، يبقى التقرير كده نرميه في الزباله ملوش لازمه. لاثبات ما بين من اصابات وتحديد المده اللازمه لعلاجها. يكون تحديد مده العلاج باقل من 20 يوم، خلاص؟ في حاجه برضو خلي بالكم من الحاجات دي عشان الناس اللي بتجامل. مده العلاج المقصود بيها مش المقصود بيها مدة بقاء الشخص في المستشفى. ثلاث حاجات فقط اللي هي هتاخد مدة علاج أكتر من 20 يوم. إيه هما؟ ثلاث حاجات فقط. كسور العظام، قعد في المستشفى فترة طويلة، ماليش علاقة بيه. أنا ليا علاقة بالشخص الطبيعي، الجرح بتاعه هده أنا هخفف قد إيه. فالحاجات اللي بتخفف أكتر من 20 يوم هما ثلاث حاجات زي ما قلت لكم، الأعصاب والأوتار والعظام. أنا بقول لكم ليه؟ لأن 95% من تقارير اللي أنتوا بتشوفوها في المحاكم دي ما بتكونش عارضت على مصلحة الطب الشرعي، بتبقى من المستشفى على طول، وأنتوا عارفين دي جنحة من المستشفى للنيابة، والنيابة حتى ممكن ما بتحققش فيها وتحيلها للمحكمة دون أي تحقيق لأنها جنحة. طيب،
بالنسبه للتقارير الطبيه النهائيه، يعني ايه تقارير طبيه؟ يعني مريض دخل عندي المستشفى واتحجز واديته علاج ومش عارف ايه، وفي الاخر ده خرجته من المستشفى سواء كان خروج تحسن او توفى ماشي. في كلتا الاحوال او الحالتين يعني ان انا هتعامل معاه على انه الراجل قاعد عندي، فهيبقى ده اسمه تقرير طبي نهائي. التقرير الطبي نسينا نقول ان التقرير الابتدائي هيكون موقع من شخصين، الاخصائي او مساعد الاجراءات شكليه في التقرير، مهمه انك انت تلاحظ الكلام ده، يعني موقع من الاخصائي او مساعد الاخصائي او مدير الاستقبال. لكن التقرير النهائي هيكون موقع من 3 اشخاص، اللي هو من الاخصائي او مساعد الاخصائي مع رئيس القسم، لو كانت الحاله جراحه يبقى رئيس قسم جراحه حاله نساء، رئيس قسم النساء، زائد مدير المستشفى مش مدير الاستقبال ماشي. دي الاجراءات بتاعت الايه. طيب طبعا المفروض ان التقرير بيرسل لنقطه الشرطه، بعد كده منه للنيابه. المفروض ان في دفتر خاص، في سجل خاص، يعني كل اصل تقرير راح المحكمه المفروض ان في صوره موجوده فين؟ في سجل المستشفى. لان خلي بالكم ان في كتير من الاحيان يعني تحصل بعض الحاجات، حد يخرج ليه حد فيخرج تقرير من غير صوره، فما يكونش موجود، هو اللي كتبه، لا دكتور كتبه من اساسه، فما يكونش دي صوره جوه المستشفى. فخلي بالكم ان شفنا الحاجات دي في احداث مصابي الثوره، شفنا الكلام ده كتير قوي، الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا اصبنا في الثوره والكلام ده، فلقينا ان في اصول ملهاش صور خالص، حاجات زي كده، واحنا بنراجع مصابي الثوره. التقرير الطبي ده انا مش معترف بيه، فمن حقي ان انا اعترض على التقرير فين؟ يبقى اول مرحله هو صادر من المستشفى، انا عايز مش عاجبني التقرير ده، اروح اتظلم في مديريه الشؤون الصحيه. يبقى اللجنه الثانيه مديريه الشؤون الصحيه، مش عاجبني التقرير الثاني اللي صدر من مديريه الشؤون الصحيه، اروح اتظلم من التقرير في وزاره الصحه، في ديوان وزاره الصحه. يبقى عندنا 3 مراحل للتقارير. التقرير اللي صدر من المستشفى، مش عاجبني التقرير، او انت شايف التقرير ده، تظلم من هذا التقرير في مديريه الشؤون الصحيه. مش عاجبك، تظلم من هذا التقرير فين؟ في ديوان وزاره الصحه. في حاله صدور تقارير طبيه مخالفه للحقيقه يتم ابلاغ النيابه العامه، ويحرم الطبيب الذي صدر عنه تقرير او شارك فيه من حق اصدار تقارير طبيه او الشهادات الطبيه، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤوليته الجنائيه. دي القواعد المنظمه للتقارير الطبيه، ويا ريت ان حضراتكم دايما يبقى معاكم قرار وزير الصحه ده، وتجيبوه من وزاره الصحه، عشان من يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن مستنداتكم اللي تقدموها للمحكمه.